برضو من السعودية معانا أبو هيام، مرحب بك. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم. تفضل. أنا بدر الشيخ، أن راح أتصل من السعودية هنا على زوجتي، مثلا كان في نهار رمضان. أي. و يعني قلت دخلت في أمور غزة كده معه ولا حاجة. أيوة. في نهار رمضان اتصلت عليكم بالنهار مثلا. اي اعتراض معاه بالتليفون. اي تونست اي تونست معاه. تونست معاه في غزل يعني ما وانا سعودية مثلا كده. ايوه نعم. هنا طبعا الونسي بالتليفون مع الزوجة ما ممنوع، لكن في رمضان في خطورة. الخطورة تيجي من وين؟ لو الزوج بيتكلم مع زوجته بالتليفون وشوي كده ذكر الأيام الونسي ديك وكده وقام خرج منه شيء، إذا كان هنا طبعا مزي ما بيبطل الصلاة من خدته، لأن بعض العلماء قالوا إذا كان الزول داوم الوزن الونسي وخرج منه مزي يبطل الصيام، وبعضهم قالوا ما بيبطل. لكن إذا كان الونسي دي تسببت في خروج المني يبقى في الحالة دي بطل الصيام، وعليه الإمساك حرمة الشهر، وعليه قضاء يوم بعد العيد. أي ولذلك يعني النصيحة نقول لإخوان المغتربين ما تطول الونسي في نهار رمضان مع زوجاتكم في التلفون، بس بقدر الإمكان. نعم معنا مع شراب الماء ممكن. نعم.